الخوت هادشي اللي كتشوفوا ما عرفناهش واش من المسؤولين واش من شي واحد من الشعب اللي كيدير هاد الفعله هادي كما داروها في اول مره. الناس مازال ما جا في الطريق مغامره، كاين اللي ما جي حفيان تقطعوا له الصباط، كاين اللي كينزلوهم بالطونوبير، كاين الله يكون في العون كلشي على لقمه العيش. وهاد الهجره اللي كيقولوا الناس كتطلب راها كتطلب الخدمه وكتطلب هذا الشيء، راه هذه غير باش كيطلعوا الفلوس على اليوتيوب، ما كاين حتى شي حاجه. الانسان يطلب الله ويطلب التيسير ديالو، وهاد الفوضى وهاد الشيء كامل راه ما مناش. الانسان الا باش يضرب بالسر، ما يضربش بالهجمه والفوضى. راه المخزن واحد مننا، انا واخا ما عنديش اخوتي في المخزن، يعني عندي واحد نقولوا عندي خاي في المخزن، غيضربوا واحد اخر، غير صباح خاي انا خسر خاي والناس خسره ولادها. هذا كيضرب في هذا، هذا ماشي قانون لا من الشعب ولا من المخزن. خصو المخزن يتكلم مع الشعب بسهوله وبالاداب، والشعب خصو يتكلم مع المخزن بالاداب، ونفرقوا هذا الشيء. واللي بغى يحرق بسهوله بسكات، اللي الموت تد واحد. امهات ما قلتها اول مره، ما تخلعوش على ولادكم واخا يديهم فيما داوهم، غير صباحو معاكم ما تخافوش. انا مجرب الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، كيمشيو ولادي كيديوهم وكيصباحوا معايا في الدار. السلام عليكم. بعد اول حاجه جبرتينا على الخروج دابا بعد السبته، البارح ما قدرتش نجي ندخل الطوموبيل ديالي، جيت ندخلها دابا بالليل، عاد البارح جيت جبرت فيه لهنايا، غير دابا على التاكسي اللي جيت معاه قال لي عشان الله وصلت 3 جزائريين نسيتي. كيفاش دخلوا الله اعلم، الزربه هو كلشي مزرب هنايا، وكيفاش دخلوا ديك الجزائري الله اعلم، من البحر ولا بعد. خلاصه لقاو الجزائريين هما دخلوا، نقولوا واحد نسبه كبيره الجزائريين هما كاينين في سبسه، وديك البيدوس اللي كيخرجوا في الاعلام والاغلبيه اللي كيدبزوا تما ماشي مغاربه، هادو غير الجزائري مع وزه، غير الجزائري مع وزه. اما الدراري كاستيا خو وديك الشيء، احنا الدراري كاستيا خو كيدخلوا ديك 3 4 على سيما ولا على جوج، هما اللي خصنا ندخلوا نسبته صناعيه والمعلميه. اما من هذا اللي يدخل نسبته ويرون الدنيا ويعملنا الارهاب في النفوس، ما خصنا ني جزائري ني والو. الدراري كاستيا خو صناعيه كيدخلوا 3 4 في الشهر، وهذوك اللي محتاجاهم سبسه في هذه الساعه. هادشي ما نقولوا واخا، وحنا كنشوفوا السلطه هنايا ماشي غير السلطه هنايا، الدوله كامله هنايا وكيفلتوا الجزائريين. المغاربه رجعوا 3 الجزائريين اللي سقط فيهم الخبر هما وصلوا. ما كتشوفش ان واش غنقول لك مدبره؟ الاجهزه الامنيه عارفه، ما يخرجش في الضغط من ساعه خارجه عارفاك، واذا كانت شي حاجه مدبره راهم راسهم الخبر. بحق راه هادو نقولوا الاجهزه المغرب مع الاجهزه الجزائر كيدابزوا من ساعه لساعه، بحق اخرين هما كيجوزوا. حنايا اللي عندنا مشكل هما عندنا مع الناس اللي كيدخلوا سبته وكيرونوا الدنيا. احنا خصنا سبته يدخلوا لا والصنايعيه المعلميه نقيين وكذا. اما انا هضرنا عليهم السيتي وكيوصلوا له الناس كيبقاو يدبزوا مع وزه، هذا المشكل اللي عندنا حنا كاملين. نعم، والافارقه كاين واحد الجنس منهم ما تفهمهمش، يدهم طوالين وضعافين. هذوك كيجيو مغنيين استوائيه، هذوك عندهم بيجيتس كما كنقولوا، عندهم فلوس كيدخلوا نسبتها بواحد الطريقه ما كيفهماني انا حتى شي واحد ما كيفهمها. هادو كيجيو الناس قارين، هادوك الصح هادوك الناس قارين، كتلاقاهم في اسبانيا كيخدموا في لاوبراس، الناس قارين وداغين كيعملوا في مطعم في اسبانيا. اما كاين عواز اخرين ما نعرفش غنقول لك، كتجيو لهم ساكن كيكونوا في الغابه وهادي. خلاصه القول سبتها كيدخلوا لها شي ناس ما خصهمش يدخلوا لها، والناس اللي حنا خصنا يفلت واحد جوج 3 على سيمانه ولا جوج. الصنايعي اللي مسكين اللي عنده 3 العيال 4 العيال هو هذاك اللي تمنى له، ماشي كتشجعو يدخل وكتمنى له يدخل، هذاك اللي خصنا يدخل وما كيوصلش بوبر. هو الظروف كل واحد الظروف ديالو، ما تقدر تلوم حتى شي واحد ما تلومو، وحنا ما كنشجعو حتى شي واحد يمشي ولا لا، الا اذا كنتي بغيتي تمشي خصها تكون في يدك شي صنيعه، عندك شي بيرمي، شي حاجه عندك في يدك باش تمشي تما. على الاقل واخا اذا خدمتي في الكحال تخدم عندك شي صنيعه اللي تفيدك. اما مشيتي غير مدرم عتاكل الشحطه عمي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.